كل أسبوع بفقرة ماي فيلم نتعرف مشاهدين على أحد أعمال المخرجين الصاعدين بلبنان. اليوم معنا مخرجة بارعة عندها أكثر من فكرة مميزة رح نتعرف عليها نحن وياكم. برحب بدارين مرعي، أهلا وسهلا فيك دارين. وبرحب كمان بجوليان فرحات، أهلا وسهلا فيك جوليان. حضرتك ممثل معروف، شفناك بفيلم وهلأ لوين وغيرها من الأعمال، وبالأخص بهالفقرة شفناك بعدة أعمال لتلاميذ كمان شاركوا معنا بماي فيلم. بدي بلش معك دارين، في عملين اليوم بدنا نحكي عنهم. الأول هو فيلم بعنوان Cracking Heroes، وهذا كان فيلم تخرج لإلك، تخرج من جامعة AUST. الفيلم بيجمع كل شيء، فيلم صامت، كوميديا، دراما، ميوزيكال، يعني كل الأفكار حطيتيها بهالفيلم، ولكن القصة بتدور حول شخصية واحدة وهو فؤاد. عارفين عن فؤاد، بعرف عم بيواجه مشكلة معينة. يس، هو he's blanked out وما عارف شو بده يكتب. He's one of the famous writers. كاتب سيناريو. Yes. كاتب سيناريو and he gets high and he dives into a film strip. بده ينتقم من الهيروز of number one box office movies. كاتب سيناريو وصل لمرحلة ما عم بيقدر يقدم أو يطلع بأفكار جديدة. وبيتعطى إذا بدنا نقولها باللغة البسيطة، وبيروح بمخيلته لكتير بعيد. لوين بيروح؟ He goes into a silent film. He Charlie Chaplin والميوزيكال تبع غريس، وبيروح تبع كركر مصري، وبيروح كمان تبع زورو بس بالعربي. يعني بيسافر بمخيلته وبيدخل ل أهم الأفلام اللي مرقت واللي حققت نجاح كبير على شباك التذاكر، أفلام بكل اللغات وبكل الأزمنة. Yes. وشو بيعمل بهالأفلام؟ بيلعب الدور الرئيسي فيهم؟ لا يخرب الفيلم طبعاً، number one box office movies. بكل بساطة، يعني بيدخل على الفيلم بيلعب دور البطل، ولكن القصة ما بتمشي مثل ما كانت بالفيلم الأصلي. No. بيتغير كلياً، so he can ينتقم from the heroes and from the writers of the number one box office movies. ليش بده ينتقم منهم؟ Because he's blanked out. ما بيعرف شو لازم يعمل. بده ينتقم لأنه بده يكون أحسن من الباقيين. بس بالآخر بالنهاية he starts to figure out إنه he needs patience and more experience and more. يعني لأنه بيعتبر حاله واقف أمام حيط، إذا بدك طريق مسدود، بحس حاله فاشل، فبمخيلته بيروح وبيدخل على هالأفلام بهدف إنه يخرب هالأفلام. وهون بتمشي القصة مثل ما هو بده بمخيلته، وأكيد مش مثل ما نحن بنعرفها. وهون الهدف الأساسي الانتقام. نعم. كيف خطرت على بالك هالفكرة؟ well, كل العالم بيقولوا إنه أنت كنت شيء عم تدخني لتفكري بهيك شيء. قلت له نو. هل انت كنت عم تدخن؟ انت كنت عم تدخن؟ but no I was, I do not smoke, I do not drink. بالعكس I was actually blanked out وما عارفه شو بدي اكتب. بس بالاخر انه عن جد I said I don't want to give up. يعني انت كمان عشتي نفس الموقف. yes. نوعا ما حطيتها بحالي لانه I wanted to do silent، بدي اعمل musical و I love art of film، so ما عارفه شو بدي اكتب، فقلت انه بكتب all together. خليني اكتب عن هالحاله اللي انا عم بعيشها هلا. خلينا نتعرف سوا على فؤاد بهالمشهد الاول. John? Tell me about it, Stir. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying, it's electrifying. Electrifying.
يعني دارين هيدي كانت نظرة فؤاد الساخرة لأحد أهم أفلام الميوزيكلز اللي مرقوا بتاريخ السينما، فيلم غريس أكيد مع جان ترولتا وليفيا نيوتن-جون، وهون بدلوا الأدوار. yes. هي فؤاد كان أوليفيا الصبية وهو كان هي كانت أنت كنت جون ترولتا كمان. yes أنا مثلت فيها كمان and I directed it as well because it's very hard to find someone that can do يعمل تريبل دور تبع يغير الستايل تبع التمثيل. يعني بهالفيلم كراكينج هيروز مشاهد سريعة من أفلام كتيرة شفناها ومنعرفها، ولكن بنظرة فؤاد الساخرة هون عم بفش خلقه. yes هون عم بفش خلقه، هون وقت ما بلش يشوف إنه أوليفيا فاتت، يعني the maid اللي كانت بالفيلم تبع كراكينج هيروز فاتت بقلب كمان فيلم ستريب اللي هو كتير كتير بحبها إنه normal life. ففاتت معه، يعني هي عطته السبورت ليقدر يمثل in a better way. So he started become more famous and more creative. يعني بدل ما يشتغل على حاله ويرفع حاله فؤاد تيصير بمستوى أفضل، حاول ينزل كل اللي عم بحققه نجاح بهالمجال لمستواه هو. yes. بدنا نشوف مشهد آخر من هالفيلم، تنشوف أي فيلم كمان حبه مش ردي. طيب الممثلين عملت كاستنج لألون، يعني ممثلين yes. محترفين. I first إنه عملت كاستنج for the people اللي بدي يجي مثله هالدور because I wanted it to be a more professional. لأننا نقدر نلاقي الإكزاكت قصة الكاركتر. ومش إنه دور واحد، دارين مجموعة كبيرة من الشخصيات مجبور يقضيهم شخص واحد، يعني لازم يكون عنده مهارة أو تقنية التمثيل. خلينا نشوف سوا هالمشهد الثاني لنشوف مين راح يتقمص فؤاد. يا بطة يا حبيبتي يا عرستي بحبك يا بحبك بحبك كمان. انا هعمل لك واحد قد كده. قلتي ايه؟ انا بقول لك واحد كشري، واحد كشري قد كده. ده انت مراتي وكل حياتي. ايوه وقت هتعملي ايه لما ارجع؟ هعمل سربريز. هتعملي لي سربريز؟ ده انا بحب السربريز، بحب السربريز. وجعتني قوي. هتشوفي الوجع لما ارجع، لما ارجع عليك هتشوفي الوجع. استنيني. وريها يا جدع. بطل يا واد. ايوه وريها. اسكت. بحب الناس الرايقه يلي بتضحك على طول. هعمل لك واحد الليله مفعوله كتير يطول. هون فؤاد بينتقل لشخصية عربية محبوبة جدا بالعالم العربي، شخصية اللمبي. yes. كركر. نعم كركر. وهون ما اختصرنا على الأفلام الأجنبية، كمان على الأفلام. شو حبيتي تقولي هون عن هالدور؟ أو شو حب فؤاد يقول عن هالدور؟ هو بالآخر بيقضي عليه. هو he was trying to يجرب يعني كمان to become a better person هون، بس هون فات بالعربي more comedy. it's very hard كمان واحد يقدر يمثل هذا النوع، يغير من from one character to another. so هون كمان عم يفاجئ إنه كمان you need patience and he becomes more comedic and he starts getting more ideas that يقدر يفاجئ إنه هو when he's imagining he's actually writing. يعني مش بس حتى يقدم نظرة الساخرة لهالأعمال اللي حققت نجاح، كمان عم بيحاول يستوحي أفكار لإله مخزون لإله حتى ينطلق بأفكار جديدة لأعماله الخاصة. يعني في هدف لإله. في رسالة بنهاية الفيلم، يعني هو بيتعلم شيء، مش بس عم بيعمل هالمشوار الطويل بس حتى ينتقد. شو بيتعلم؟ بيتعلم إنه كمان الحب يقدر يخليه يعطي more creativity، ما يكون stubborn، ما يكون حقود، بدي يسمع ويقرأ ويحب other directors، يتقبل ويقدر أعمال الناس. it's okay to fail and it's okay to fail، بعدين شوي شوي he would be able to do it. حلوة الفكرة دارين، وبتصور كان في تحديات كتيرة واجهتيها بتصوير هالفيلم. صورتيه بلبنان؟ yes. قدي أخذ وقت التصوير؟ 3 days. 3 days. بدنا ننتقل لعمل آخر كمان فكرة كتير مميزة، هو فيلم وثائقي بعنوان Tribes Around the World. هون انتقلنا لأجواء مختلفة تماما، أجواء اجتماعية جدية، ولكن هون عرفتينا على ثقافة وحضارة ونمط حياة مختلف تماما. شو فكرة هالعمل؟ هو فكرة إنه two individuals اللي هي دارين وجوليان بيروحوا around the world. بلشنا بأفريقيا بكاميرون كريبي،
بلشنا نشوف to be able to bond about a tribal culture نقدر نعيش معه try to accept and live the try to survive to be able to bond على طريقتهم يعني على طريقتهم يعني قررتي انت وجوليان تختبروا حياة القبائل نعم بكل بساطة انتقلتوا للقارة الإفريقية تحديدا لبلد الكاميرون وعشتوا مع قبيلة ولمدة قديه 3 اشهر أنا بقيت 3 أشهر بس التصوير بقلب التريبز أخذتنا around 20 days بس لأنه ناخد الدوكيومنتري نعمل history about كريبي كاميرون بعدين هيدا هو يعني هالتجربة منا بس اختبار هي فينا نسميها مغامرة لأنه رحتوا على مكان وعلى أشوار وعلى بيئة ما بتعرفوها أبدا جوليا أنت ممثل معروف وشفناك بأعمال كتيرة ناجحة شو اللي خليك تتحمس على هالفكرة؟ أنا أساساً هذا من حلمي يعني أن أشتغل بهيك أشياء هيك نوع أشياء على التي في إنه يكون مغامرات بذات الوقت عم تتصور عم نعم على كل إن أنت نمط حياتك هون منه بعيد عن الحياة اللي عشتها هونيك صح هو هذا الشيء يعني أنا هون بلبنان حتى وقت يكون 3/4 أوقات الفراغ بكون بالطبيعة نعم بس هون قدرت اختبرها مع 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 ناس قبائليه يعني هن قريبين للارض ما كنتوا خايفين لانه هالقد بيئتهم وحضارتهم وثقافتهم بتختلف عن اللي نحن بنعرفه هون في شويه خوف بالاول يعني قد ايه سمعت كلمه مجانين صح بس تكوني هونيك بتتعودي دغري يعني خلينا نشوف مشهد تنشوف بالصوره كيف كانت هالتجربه وبدي ارجع اخبركم انتم شو تعلمتوا منها خلال هالتجربة دارين وجوليان شو اللي بيجمعنا بهالقبيلة شو اللي بيفرقنا؟ to never take things for granted ونكون مبسوطين بأي حالة اللي نحن عايشين فيها هيدا كتير مهم وحد يكون صبور كمان نعم أنا بالنسبة لإلي تعلمت عن الأخوة عن كيف إنه ناس ما بتعرفيه وما بتعرفي شيء عنه ما بيعرفوا شيء عنك بس مجرد تقبلوكن بكل محبة بكل أخوة يعني خلص صرنا ناس معهم يعني صرنا من العائلة هذا شيء أثر فيه كتير يعني حسيت حالك من أول النهار من دغري يعني ما بتاخد شيء الخبرية بس إنه بتجيهم بمحبة بيستقبلوك بمحبة منشوف نحن هالقبائل بطريقة يمكن مختلفة منشوفهم هن فقراء عايشين بحرمين بس لا هن بالواقع عندهم غنى داخلي عندهم غنى داخلي they're united نعم. and that's what's كتير هذا اللي نحن بنقصده يمكن يعني من هالناحية نحن اللي بنحسدهم مش هن هن عندهم هالفولفيلمنت يعني تحسيه خلص محقق شيء كأنه قناعة قناعة حلو كتير بتمنى لك تجارب كتير من هالنوع جوليان لأنه واضح إنه كتير تأثرت وانبسطت فيها دارين من هنيك على أفكارك كتير حلو ناطرين إشي كتير حلو منك بعد أهلا وسهلا فيكم ميرسي كتير وقفي أسيرة مشاهدينا ومتابعة لحلتنا لليوم من Alive